PS Eternal Slots di Castle 360 AX, diciamo build. Remember to click on one the config for build. Add a CPU cooling system, water cooling system. Totally واحد unboxing. هذه 360 فيها 3 فرافر، كاينه 240 فيها 2 فرافر. الى عقلت انا راه درت الانبوكسينغ ديال الماستر بوكس تي دي 500 كبيره، هادي واحد غنديرها الفوق تجي بحال هكذايا. هنا عندك تاع الماونتن براكيتس و داكشي، هنا كاين التاب، لي كابل مع التليكوموند ديال ار جي بي. لي فان الفونتيلاتور ديالو ماشي ار جي بي، نقدر نبدلهم من بعد ار جي بي ما عرفتش. المهم غندير ديالو نشوف كي غادي يجي. هادي غندوي عليها من بعد. هادو البراكيت كاع لي سكرو درايف كاع داكشي اللي غادي يدير البروسيسور. فرافر ثلاثة كما قلت، هادو ماشي ار جي بي ولكن زوانين، ملي مزيان ديزاين فيهم زوين، طاين من الداخل. الكابل ديال الفرفارة شي جوج ثلاثة. هذا هو هذا اللي عجبتني كاع. علاش خديت هذا؟ كيشعل بالوان ار جي بي من الجناب، وهنا في واحد المرايا كتقدر تشعل بال. وهذا البي اس هادي علاش حطيتها هنايا؟ البي اس هادي تقدر تبدلها من الداخل، تقدر دير ستيكر ديالك هنايا كاستمايز، تقدر دير اللي يعجبك هنا. ولا بغيتي تخلي هذا اللي هنايا كتحل هذا، وهذا اللي هنايا ديال لا مارك تقدر تحطو على تجي، تقدر تحطو على تجي على حساب كيفاش حطيتي الكولين سيستم، واش حطيتيه الفوق ولا حطيتيه الجل، على حساب فين حطيتي وهذا هو الرادياتور، هو ابيض. فرافر تقدر ديرهم الفوق، تقدر ديرهم لتحت، تقدر دير الفوق ولتحت على حساب. المهم هذا كان سمول انبوكسينغ ديال كاستل 360 اي اكس بيضاء. لي كابل تيليكوموند ديال ار جي بي كما قلت، هذا هو ار جي بي فرافر ماشي ار جي بي. مونتين راوج هذا مكان غنجربوها ونشوف. دابا هي البياسه الثانية، البياسه الثالثة راه جاية في الطريق، نديرو لها فيديو تاعي. يلا خوت تهلا. كما قلت هاد الفيديوهات هادو متلقاهمش بالعربية، متلقاهمش بالدارجة بالضبط من الدار بعيدة، درت فيديوهات للدراري فهمتيني اللي بغاو يشوفو ولا بغاو يعرفو اللعيبات. المهم يلا كومونتي وقولوا لي لا بغيتش ندير شي لعيبه اخرى شي تشوشي